احلى قد. البارح كنت حكيت لكم وعطيتكم كلكوز استوس على المكياج وعلى لي استوس اللي ينحيوا لي ريد بالمكياج باش نتفاداو دونك لي ريد واللي يطلعوا على جنب العين. دونك اليوم في محلى قدك باش نزيد نعطيكم اكثر حلول للمشكل هذا ونبدا بالبوتوكس وهو تقريب اكثر طريقه مستعمله واثبتت نجاعتها ونتيجتها تقريب مضمونه 100%. لازم جوست نتاكدوا من الطبيب اللي باش يعمل لنا البوتوكس والا تختار الحل واللي تختار الحل هذا لازمها تعرف كوتي فلوس راهو باش يتكلف اكثر من غيره. بنشوف لنا حاجه رخيصه شوي. اوكي باش نحكي لكم ديجا على زوز حلول اخرين باش نحكيوا زاده على لا راديو فريكونس وهي تكنيك يستعملوا فيها ان كوران دو راديو فريكونس ومن بعد يصير تحويل الطاقه اللي ينجوها الحرارة اللي باش تعطي ديريكت ليفي على الجلد. التكنيك هذه ريزولتا نتاعها تظهر من اول سيونس اما لازم تعمل من 4-6 رابيليت بيناتهم كل بين كل واحده دونك فما شهر بين كل شهر وشهر نعملوا لي غابيل تقريبا 6 أو 4 مرات مينيمم ومن بعد تولي الغابيل مره بركه في العام. بالنسبه للحل الثالث لليوم هو البيلينغ وهو نوع من التقشير. فيه زوز انواع التقشير السطحي ولنا الطبيب يحط نوع من الاسيد على الجلد يكون ماهوش قوي برشا باش يتخلى باش ان فيت تقشر الجلد وتتنحى الاتخاص نتاع لي ريد. بالنسبه للثانيه وهي التقشير المتوسط الطبيب يستعمل فيها اسيد اقوى شويه باش يخلص الخلايا الجلد الميتة ويحفز في تجديد خلايا الجلد. بالنسبه للريزلتا تتبدل حسب الكونسنتراسيون نتاع الاسيد اللي باش يستعملها الطبيب. التقشير السطحي ما عندوش فريمون ايفي على التجاعيد كيما على الاتخاص نتاع لي سيكاتريس سوف كو التقشير المتوسط هو اللي يجم يعطي إفي أكثر على الحكاية هذه. أما ما نصوروش ألي الغزولتا باش تكون من أول مرة لازم موفيت أكثر من سيونس باش تجم تلقى غزولتا دونك تجم تفرحك وتجم تنحي لك لغي. ولا بالنسبة لليوم محلى قد